فأنا بالنسبة لي هذا المجلس أعتبره من العلاج. ترى أنا قلت إذا حضرت ترى أنا قلت عبارة كذي يمكن ثلاث مرات وانت ما حضرت معنا. قلت إن أبو تركي يقول بعض المجالس ومن هذا المجلس أنقل عنك أنا علاج. يقول فعلا وصفة طبية ونفس الكلام قالها المخيلد الله يذكره بالخير وقالها أبو عايض وانت ثلاثتكم وأكثر كل الشباب ما قصروا بس فعلا بعد المشاهدين والمشاهدين نفس الشيء يعني يقول صرنا منا وفيكم يعني إن صرنا قريبين منكم. حتى قبل أمس أنا دعيت قلت الله يسر أمور طلابنا وطالباتنا اتصلوا بعض الناس أو أرسلوا قالوا شو يدريك إن في القبول وفي الجامعات وفي العرس وفي الوظائف قلنا كلنا حول بعض الحمد لله. فلذلك في نقطة يوم أنا أقول أنصح الأطباء النفسيين وأحدهم أعرفه يعني قلت يا ليتك تكتب من ضمن الوصفة تكتب برنامج الأجاويد. قد في بعض الناس ما يعرف البرنامج وفعلا إذا اكتشف أو إذا حصل له فرصة أنه يشاهد هذا البرنامج بعضهم يقول فعلا ندم. لأن أنا عندي بسناب لما تكلمت عن برنامج الأجاويد في بعض المتابعين ما كانوا يعرفونه وأحدهم طبعا يبدو أنه اشترك أو بدأ يشوف البرنامج قال يا ليتني داري من زمان يا صالح والله إن جدتي يقول أدور له شيء نوسع صدره وأن سبب. قلت والله إن شاء الله سبب والبرنامج الأجاويد سبب فالحمد لله رب العالمين من نعم الله علينا والله. لكن أنا خليني أسألك سؤال وش سر يعني هالديناميكية هالحركة ما شاء الله. بعض الناس اللي في سني وسنك مثلا تلقاه يطفى ولا ينزوي في البيت هل أنت عندك مثلا نقطتين ثلاث نقاط ماشين عليها مخليك ما شاء الله متجدد و... الحمد لله. أول شيء طبعا فضل من الله سبحانه وتعالى. الأمر الأساسي أنا عندي هو التغذية الغذاء عجيب. فكل إنسان ما يهتم بغذائه بإذن الله هذه ترى طبعا ما هي عندي الشغلة عالمية لحظة فتلقى الإنسان بعد الأربعين الحين ذا النشاط وذا الحركة اللي فيك من الأكل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قال لي ما شاء الله يا أخوي قال لا 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 في شيء ثاني. أنت عندك قناعة معينة ولا عندي قناعة شيء واحد إيه؟ إنك الغذاء والغذاء والغذاء بس. أنا أقول ولله الحمد يعني بقول لكم شيء أنا اكتشفته طبعا بعد عمر اللي هي أنا طبعا من زمان يعرفني أبو عبد الرحمن محافظ على الصحة يعني السكر هذه يمكن لو أقول لكم آخر خبري فيه قبل 25 سنة ولله الحمد. وخبز أبيض ما تأخذ وخبز أبيض ما أخذ لأني أنا قرأت ترجمت أنا ألفت كتاب عن اللياقة وكان من ضمن الكتب اللي ترجمتها ترى الكلام قديم جدا اللي هي السموم البيضاء وكاتب هو اللي يبغى الصحة ويبغى العافية ويبغى النشاط ويبغى على ما قال عبد الرحمن الديناميكية صح. وش يسوي يترك الثلاث السموم اللي هو الملح والسكر والدقيق الأبيض. الدقيق الأبيض معاها اتركوا السكر اتركوا الخبز اتركوا الملح وش يعني يجي معليش يعني يجي غدا ماسخ لا شوي شوي حط شوي لا لا في ملح بحري في ملح الهملايا وين ادور اقل صوديوم اقل انا في ذا دكتور ايام مجلس الطيبي لا تاكلون الخبز ولا تاكل كلوا خبز اللوز وين جيب خبز اللوز صار قالي بعد خبز اللوز انا اعرف خبز اللوز لا لا بعلم شيء بعلم شيء اذا اول شيء انت قلتها الغذاء عرفوا عليه يعني طيب كلوا بقدر يعني خاف شوف 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 بقول لك شغله وتحركوا ترى في فرق بين واحد عمره فوق الخمسين فوق الستين عشان ما نفضح الاعمار في واحد تحت الثلاثين. أنا أقول تحت 30 يختلف وضعه لو أكل ملح وسكر عنده حرق حتى أجهزته حتى لو ما تمرن أصلا الحرق الداخلي عنده قوي. كل ما يكبر الإنسان في العمر صح يضعف يطفى شوي يعني الخلايا والهضم والأشياء تقل حتى الإفرازات من الإفرازات الداخلية بالنسبة لذا. الأمر الثاني أنا أقول يا أبو عبد الرحمن أنا اللي صراحة دمرني أعتبر واللهم لك الحمد يعني نجوت بعجوبة هي الجدية الزايدة في حياتي. كانت أنا أعرف أبو عبد الرحمن إنك إن الواحد ممكن يشتغل 24 ساعة عشان يطلع شيء صح وهذه الجدية الزايدة أنا اكتشفت بعد هالعمر إنه غلط. المفروض تكون عندك تعرفون وش أسميها أنا يعني معلش التغافل طفل وهذه الحين اللي ينادي فيها العالم التغافل وعدم طلب الكمال صح. لا تطلب إنك كل شيء 100% 70% 80% أبو عبد الرحمن وأنا بشهد أنه سوى شيء أنا تمنيت أني سويته. اسمع يا أبو عمر
ابو عبد الرحمن سوى حاجه انا اتمنى اني سويتها، واكتشفت بعد عمر انه ابو عبد الرحمن فهمها صح. تدري ايش كان يسوي؟ يمكن تزعله الكلام، يزعل ابو عبد الرحمن. كان في فتره وحنا في قمه الشغل اذا حس الامور كثرت عليه قفل الجوال ولا عاد ندري وينه. صحيح. والله ما ادري بعد اسبوع او 10 ايام اكتشفت انه بالمدينه. صح. قلت يا ابو عبد الرحمن وينك الكذب؟ قال لي خلاص الابداع لا ياتي مع التوتر. هذه مقوله اقولها صحيح. فلذلك اقول اللي عنده ضغوط ايش يسوي؟ يروح عند ابو عبد الله. ليش صارت حرمته تلاحقه بالجوال وجيب وشلون ما ادري شلون يسويها، اساله هو شلون كان يسويها؟ يطفي الجوال ويروح ولوين ما ادري شلون سواها. انا بدي اساله، اساله انت شلون سواها؟ ابو عبد الله ولا من؟ لا انت. اي لا لا انا خلني. لا لا جد. لا لا انت كلامك صحيح يعني، وانت ذكرت كلام زين، احيانا نجهد انفسنا اكثر من اللازم. بالضبط. ونسعى للكمال وكمال الكمال بزود بزود يعني، ونقلق، وهذا سبحان الله يوتر الواحد اكثر واكثر، ويوتر اللي معه حتى. الله يبيض وجهك وبنرجع لك ان شاء الله.